بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخ الرئيس. طبعا رسالتين من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين أطال الله بعمرهما في ردهما على التهنئة لمجلس الأمة الكويتي. طبعا في ذكرى 54 لتحرير لاستغلال الكويت وذكرى 24 لتحرير الكويت مرت الدولة ولله الحمد باحتفالات كما تجرى في كل عام، وكانت احتفالات. وأيضا في هذه المناسبة نوجه الشكر لكل وسائل الإعلام أو وزارة الداخلية أو المؤسسات التربوية في قيامها بواجبها الوطني من حيث الأمن أو الإعلام أو الأنشطة التربوية لإحياء أو لذكرى هذه الاستقلال والتحرير. ولكن للأسف الشديد كان ملاحظ هذه السنة أخ الرئيس، سواء عبر وسائل التواصل الإلكتروني تويتر أو الفيسبوك أو ما شابه ذلك، الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الكويت. وللأسف الشديد لما تكون الهجمة من خارج الكويت نتحملها، ولكن لما تكون الهجمة من عندك من الداخل، لما يطلع لك واحد أرعن، وللأسف كان نائب سابق ومتوهم أنه هو كان يمثل الأمة ويقول الكويت بلد غير إنساني، على مرأى ومسمع الجميع. وللأسف الشديد لم تحرك ساكن ضد هذا الأرعن المعتوه اللي في كل موقع وفي كل موقف يشوه سمعة الكويت ويسيء للكويت ويتعمد أن يعني يجرح مشاعر الكويتيين عندما طلع وبطلعته القبيحة لما يقول الكويت بلد غير إنساني، ومعروف أنه يقصد فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه بمناسبة أن تكون هذه الاحتفالات لهذا العام منسوبة لقائد العمل الإنساني زميلك، زاملت أنت في قبة عبد الله السالم. وأيضا للأسف الشديد لا معروف نائب سابق وليد طبطبائي من بعد. اي نعم خلني ابو محمد، انا مساء ما علقت على انزين. وايضا للاسف الشديد هناك مغردين معروفي الشخصيه، وعبر تويتر وفي ذكرى التحرير وذكرى الاستقلال كانوا يترحمون على المقبور صدام حسين لعنة الله عليه، اللي استباح الكويت وعرض الكويت وأمن واستقرار الكويت. وللأسف الشديد أيضا لم نسمع ولم نجد تحرك للحكومة. عندما نقول صدام حسين يجب علينا أن نعرف تماما ما يجرى في العراق الآن من داعش. هم أزلام صدام حسين، وداعش هم من تربوا وهم من كانوا يوالون صدام حسين حتى درجة العبودية، ولذلك دخلوا باسم داعش، وداعش هم أزلام صدام وأزلام البعث الصدامي المقبور الذي أشاعوا في العراق وفي المنطقة الفوضى والدمار وهدر وسفك الدماء وترويع الآمنين. طبعا بالأمس قامت حملة لوزارة الداخلية فرقة جمع السلاح مشكورة بزيارة مجلس الأمة الكويتي من أجل تفعيل القانون، وأيضا المهلة التي منحت من أجل تسليم الأسلحة. وقاموا مجموعة من الأخوة النواب وأنا أحدهم بتسليم أسلحة لدينا حتى نبدي التعاون والشفافية وحفظ الأمن والاستقرار، ونكون نحن قدوة للآخرين حتى يعلم الجميع بأن مصدرة القانون مصدرة واحدة وليست مصدرتين، ولا يوجد أحد فوق القانون، القانون فوق الجميع، ولا يوجد سلاح محرم وسلاح غير شرعي بحوزة أي إن كان، سواء النائب
أو وزير أو شيخ أو متنفذ أو مواطن أو مقيم، يجب أن تكون السلاح الوحيد سلاح الدولة وبإيد مؤسسات الدولة حسب الضوابط.